ايوه هيك هيك مسموح هيك مسموح مسموح. مساء الخير باشمهندس انت والزملاء الاعزاء، اهلا الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا على جهودك وعلى وقتك الثمين. الأمانة احنا من يوم بدايه الدوره النقابيه هاي وانت كنت دائما ساعي والمبادر في كثير من المنشطات والانشطه والدورات والشيء النقابي. بنشكرك على جهدك وعلى وقتك، ونسال الله ان شاء الله نكون هذا العمل خالص وجه الله تعالى، وان شاء الله انك تنال اجر ان شاء الله. بنرحب بالزملاء وان شاء الله نستفيدوا من هاي الدوره. انا قلت لاحمد يعطينا انا نص 40 ثاني ولا ترابع 40 ثاني بس، قال له الوقت ما قلت له بس محاضره. فالله يعطيك العافيه وان شاء الله بالتوفيق باشمهندس. شكرا لك على جهودك. والله يعطيك العافيه باشمهندس. الله الله يحييك زميلنا رئيس فرع معان المهندس محمد. يعني انا بتشرف حقيقه ان يعني نكون معكم على تواصل في هاي الدوره. احنا تواصل يعني ما قبل الكورونا كان تواصل مباشر، الان تواصل عبر التطبيقات، وكنا نتمنى انه هاي الدورات تكون بشكل مباشر. وبتشرف برضو انه المجموعه هاي راح تكون يعني تمثل الوحده. في عندنا فرعين ما بين فرع المعان وفرع الطفيله، والفروع بالنسبه لي والله عزيزين علينا دائما برؤسائهم واعضائهم وهيئتهم العامه ايضا. هي حقيقة يعني يمكن حكيناها سابقا في الدورات اللي أعطيناها بشكل أونلاين، إنه إحنا المهندسين قادرين على موضوع التكيف مع الظروف. يعني برغم إنه ظروف الجائحة والحظر إحنا قادرين نتواصل، قادرين نعطي نقابة المهندسين، نعطي زميلاتنا وزملائنا دورات خدمات هندسية عبر التطبيقات. ويمكن استصعبناها في بداية هذا الجائحة إنه كيف بدك تعطي تريننج كورس، هل يعني يمكن يكون زميلاتنا زملائنا من ناحية إنهم يعني تصلهم المعلومة، ولكن الحمد لله استطعنا إنه يعني نجحت هذه الفكرة الحمد لله. في كثير من ورشات العمل والدورات صارت بنظام الأونلاين عن بعد. طبعا برغم انه في يعني بعض النقاط على موضوع الاونلاين، الا انه يعني ما شاء الله زميلاتنا وزملائنا قادرين على التكيف مع مثل هكذا دورات او مثل هكذا طريقه في اعطاء المحاضرات. اللي بنتمنى دائما يكون في التواصل، وانا اتشرف باني راح اكون يعني مع زميلاتنا وزملائنا من فرعي معان والطفيله في هذه الدوره. والشكر ايضا لزميلنا رئيس الفرع معان وزميلنا رئيس فرع الطفيله، ما بعرف هو معنا المهندس محمود ولا مش معنا، برضه هم يعني من الزملاء ورؤساء الفروع الداعمين دائما لهيئاتهم العامه بخصوص الدورات. ويعني بموضوع الدورات ما بنقدر نتعدى على زميلنا المهندس محمد الشمري، فهو يعني موضوع الدورات حقيقه من يعني من سنوات، وهو رجل يعني بهذا الموضوع مهتم بشكل كبير، وخصوصا في فرعي معان وايضا فرع الطفيله زميلنا محمود الاهتمام بالهيئات العامه. واحنا مناطقنا يعني موضوع التاهيل والتدريب في موضوع الهندسي بشكل عام، اتوقع انه بالفتره الاخيره وفي قادم الايام اتوقع انه مع الاعداد الكبيره اللي دائما بنحكيها بطلت شهادة الهندسة وحدها تكفي بدون وجود دورات و يعني تأهيل في بعض المواضيع اللي بتأهل لسوق العمل، وبتخلي زميلنا وزميلتنا المهندس والمهندس يدخلوا على سوق العمل من خلال الدورات. الشهادة الأكاديمية لم تعد تكفي للعمل لا داخل الأردن ولا خارج الأردن. هذا هدفنا في موضوع التدريب، وهذا واجب على يعني على النقابة أنها دائما ترعى، ودائما أملنا بأنه زميلاتنا وزملائنا يستفيدوا من المعلومات والدورات. وهذه الدورات يعني اللي تعتبر مجانية، هي دورات يمكن لو تعطى بالقطاع الخارجي أو القطاع بالسوق بكون يعني تتطلب جهد مالي، ومرات كمان جهد موقع، إن يعني الموقع ما ممكن يعني في صعوبة مثلا الزميلات والزملاء يطلعوا من معان لعمان حتى ياخذوا هاي الدورة. فالحمد لله نقابتنا نقابة قوية، نقابتنا هي مظلة، هي بيتنا الثاني،
اللي دائما بتوفر، دائما بتتواصل مع زميلاتنا وزملائنا في الهيئات العامة وخصوصا بالفروع. وأنا دائما يعني شخصيا كوني عضو مجلس نقابة دائما أنا أميل إلى الفروع، لأن الفروع أنا أصلا يعني ابن فرع وعضو مجلس فرع سابق بالعقبة، وقبليها كنت بفرع الكرك، فبالتالي أنا يعني بتشرف دائما أني أخدم زميلاتي وزملائي في الفروع عامة. هاي الدورة أنهيناها لفرع الكرك قبل أيام بسيطة، أعطينا هاي الدورة ما قبل الكورونا وكملناها أونلاين، وحاليا شغالة لفروع الشمال، فرع عجلون والمفرق، ويعني مجموعة واحدة جروب واحد من فروع الشمال، تقريبا وصلنا بالمحاضرة التاسعة، وارتئينا بالتواصل مع زميلنا رئيس الفرع معان ورئيس فرع الطفيلة بأنه نعقد مثل هاي الدورة لزيادة الطلب، وهذا علم جديد متطور ومطلوب في سوق العمل، إننا نعقد هذه الدورة لفرعي الطفيلة ومعان حتى نجمع أكبر عدد ممكن من الزميلات والزملاء. عندنا العدد تقريبا الآن 33 زميل وزميلة، يعني نحكي عن تقريبا 30، لأنه أنا وزميلنا محمد والآدمن تاع معان فرع معان، يعني إحنا نحكي عن 30 زميل وزميلة. بعرفكم في نفسي بداية، أنا زميل كل مهندس محمد المحاميد، خريج 2002، هندسة كيميائية من الجامعة التكنولوجية في بغداد العراق، كملت برضو ماجستير هندسة مدنية مياه وبيئة من جامعة مؤتبل 2008، أعمل حاليا مدير للمشاريع الخارجية أو العقود الخارجية في شركة مياه العقبة. هذه المديرية هي مسؤولة عن إدارة وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي اللي موجودة خارج محافظة العقبة. طبعا خبرتي في هذا المجال يعني من لما تخرجت تقريبا، وأنا بشتغل بمجال معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة المحطات التنقية. طبعا عضو مجلس نقابة مهندسين ورئيس شعبة الهندسة الكيماوية، طبعا certified as a trainer، مرخص كمدرب في عدة جهات محلية ودولية، بعض أعطيت دورات داخلية وخارجية يعني داخل الأردن وخارج الأردن في لبنان ومصر إضافة إلى الأردن. سيرتيفايد تقريبا بلشت موضوع التدريب من عام 2010 تقريبا، أعطينا هاي الدورات، دورات خاصة بقطاع المياه بشكل عام. طبعا قطاع المياه سواء كان محطات معالجة مياه صرف صحي أو معالجة مياه شرب أو شبكات توزيع وشبكات تجميع مياه صرف صحي وإدارة مرافق، يعني كل المواضيع إن شاء الله أغلب المواضيع الرئيسية في مجال المياه بشكل عام. طبعا هذا يعني تعريف سريع، ما بدنا ندخل بتفاصيل زيادة، بدنا ناخذ وقتنا بالتدريب. موضوع معالجة مياه الصرف الصحي، زميلنا في زميلنا أحمد خليفات، في زميل بحكي بيقول برنامج الزوم مش راضي يفتح معه، فما ممكن تتواصل معه، ما بعرف، بعث لي مسج على الواتس أب. مهندس أحمد إذا أنت معنا، مهندس أحمد، نفتح الشات، في يمكن ملاحظات بالشات. كم مدة الدورة يومية لو سمحت؟ هسه رح نحكي عن مدة الدورة. الصوت بدنا نتأكد جميعا، يعني احنا عددنا خلال دقيقتين ممكن نتأكد هل الصوت والصورة موجودة، هل احنا شايفين البرزنتيشن بشكل سليم ام لا.
خلينا نتأكد من الجميع. مهندس محمد شلبي، أنا طبعا حسب الاسم اللي عندي. تمام، كل شيء ممتاز ممتاز. يعني الأغلب زميلاتنا وزملائنا بيحكوا إن الصوت والأمور تمام. طيب، إذا نقدر إحنا تقريبا نبل الصوت في مشكلة. المهندسة إشراق بتحكي الصوت في مشكلة، مش سامع إشي. أنا الصوت عالي عندي يعني، بس ما بعرف، ممكن عندك بالسيتنج مهندسة بتحتاجي إنك تغيري بالسيتنج اللي عندك للسماعة، ممكن يزبط الصوت. البرزنتيشن واضحين؟ تمام، أوكي. هلا لابد من إنه يكون في عندنا مشاكل. إحنا نتمنى من زميلنا المهندس أحمد يضلوا معنا، بحيث إنه طبعا مهندس سهى مسيكي بالخير أيضا. برجع للنت، مضبوط. هو مشكلته انه لازم يكون النت شوي. هذا البرنامج يمكن الجو تو ميتنج برنامج اخر كنا بنعطي عن عليه لزملائنا في الكرك وفي الشمال، اوضح يمكن، او يحتاج الى هذا البرنامج بالتحديد، بيحتاج الى يعني نت يكون قوي. اوكي، عم تواصل معهم، ممتاز. اشكرك مهندس احمد، موجود، الله يخليك، تسلم. يعني احنا العدد يمكن بنحكي عن عدد 33 او 32 زميل وزميله، فبالتالي اكيد يعني راح يكون في عندنا نسبه اثنين ثلاثه ممكن يكون عندهم مشاكل فنيه حتى نكون متواصلين مع بعض. اضافه الى انه زميلنا يعني ممكن احنا برضو نسوي تسجيل ريكورد للمحاضره، وزميلنا احمد ممكن يسوي لنا ريكورد وممكن يوزع لكم اياه، فبالتالي برضو اللي فاتته نقطه معينه ممكن يرجع لها. اوكي، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا او دورتنا بشكل عام تتحدث عن معالجه مياه الصرف الصحي. معالجه مياه الصرف الصحي علم قديم حديث ومتطور بشكل كبير جدا. عملية المعالجة لمياه الصرف الصحي، طبعا بداية هذه الدورة حاولت أنا بقدر الإمكان أني أجمع المعلومات بحيث أنها تكون شافية ووافية للبرنسبلز الأساسية في معالجة مياه الصرف الصحي. اللي بيعرف بهذا المجال يعني انه معالجه مياه الصرف الصحي قد تحتاج الى يمكن ثلاث او اربع او خمس دورات. طبعا هذا بالتوبك التوبكس الرئيسيه، وممكن اذا اخذنا كل توبك على حده يمكن نحتاج الى 30 او 40 محاضره او 40 دوره، انا اسف. هذا حاولت اجمع من يعني هاي تقريبا الدوره تعطى بنظام او ببرنامج اسمه برنامج تأهيل العاملين في قطاع المياه، تعطى على شكل اربع ليفلز، فور ليفلز، يعني اربع مستويات، مستوى اول ومستوى ثاني. طبعا تعطى للعاملين في قطاع المياه سواء بسلطه المياه او بوزاره المياه بشكل عام او بشركات المياه. هاي الماده التدريبيه قبل ما نبلش لازم نعرف احنا من وين مصدرها، وهذا حق للجميع يعرف. هاي الماده العلميه كماده كريفرنس اساسي هي مادة لمكتب لإدارة قطاع المياه تابع لجامعة كاليفورنيا في ساكرامنتو، بولاية ساكرامنتو، بولاية كاليفورنيا، مدينة ساكرامنتو، جامعة ساكرامنتو. الـ OWP اللي هو الـ Office of Water Projects، مكتب للمشاريع المياه في جامعة كاليفورنيا. طبعا هذا هم عندهم ريفرنس، هاي الريفرنس انشغل عليها بال 2008، جابوا هاي الريفرنس، تم ترجمتها وتم أخذ ما يتعلق بالواقع اللي موجود في منطقتنا العربية. تم العمل هذا بمشروع طبعا OMT اسمه Operation and Maintenance Training Program. هذا المشروع
تم العمل عليه من عام 2008 وتم إطلاقه تقريبا بال 2010. طبعا هذا على شكل أربعة فور ليفلز، يعني بنحكي عن الويست ووتر تريتمنت ترينينج كورس، بنحكي عن معالج مياه الصرف الصحي، في عندنا فور ليفلز. فهلا انا لما حقيقة بلشنا بهذا الموضوع ما قدرت اعتمد على المادة العلمية اللي موجودة بالعربي لانهم خربطة ومرات ما بتحاكي مهندسين، يعني بتحاكي اكثر يمكن مرات مشغلين ومهندسين مع بعضهم. فبالتالي انا حاولت انتقي معلومات او مادة علمية، سويت تجميع لها من خلال هذا البرزنتيشن. هذا البرزنتيشن ليتر اون راح ان شاء الله ابعثه للمهندس احمد يبعث لكم اياه، او على طريق الواتساب، جروب الواتساب، حتى تطلعوا على المادة قبل ما نبلش المحاضرة. اليوم يمكن راح نبلش بالمحاضرة سريعا، ممكن يعني ناخذ يعني ما راح نضغط عليكم اول يوم، انا بعرف دائما اول محاضرة لما تكون يعني شوية لازم تكون شوي خفيفة على الجميع. راح نحكي عن البرنسيبلز الأساسية لمعالجة مياه الصرف الصحي. احنا اليوم بلشنا الساعة 6، راح نتفق في نهاية هذا اليوم على موعد المحاضرة القادمة، واللي يفترض تكون يعني الموعد ان شاء الله يكون مناسب لاغلب اللي موجودين معنا. احنا عندنا تنوع بالمتدربين، عندنا متدربين من مختلف التخصصات، عندنا تخصص الهندسة الكيماوية وتخصص هندسة المدنية أو بيئة، ممكن يكون معنا مهندسين ميكانيك يعني ارتأوا أنه يشاركوا معنا بهذه المحاضرة. فأنا حاولت برضو بالمادة العلمية أدخل مواضيع تخص الديزاين وتخص التشغيل مع بعضهم بحيث أن الكل يستفيد من هذا العلم. الآن بطل العلم له دخل بالشهادة، يعني بالمين توبك تاع الشهادة، ممكن تروح على محطة معالجة تشوف مديرها مهندس ميكانيك، مرة تشوفه مهندس كيماوي، مرة تشوفه مهندس مدني. فبالتالي أصبح الموضوع يعتمد على الخبرة والتأهيل والكورسز اللي بكون ماخذها. موضوع معالجة مياه الصرف الصحي موضوع قديم، برغم عدم انتشاره بالأردن بشكل كبير، إلا أنه يعني بشكل كبير الآن إحنا بالأردن مميزين عن المنطقة المجاورة إلنا، أنه إحنا متقدمين عليهم كثير في هذا المجال. إلا أنه مشكلتنا اللي بالأردن أنه إحنا ما عندنا خدمة الصرف الصحي اللي هي شبكات الصرف الصحي لسه مش واصلة لنسبها العالية، وخصوصا في منطقة الجنوب. منطقة الجنوب يعني لحسن الحظ أنا مدير محطات التنقية تقريبا في الجنوب، يعني مسؤول عن محطة معان، محطة وادي موسى، بالإضافة لمحطة بالكرك ومحطة بالشوبة. وتقريبا أنا عارف أنه خدمة الصرف الصحي مش واصلة لكل المناطق، يعني الكفرج عندنا بخدمة الصرف الصحي مش كثير خصوصا بالمدن، إلا أنه في عندنا محطة في كل مدينة. هاي المحطة يعني بنيت جديد، يعني أغلب المحطات بنت بشكل جديد، إلا يمكن محطة وادي موسى من أقدم المحطات اللي بالمنطقة، بالمنطقة الجنوب. كان في عندنا محطات قديمة يعني تستخدم تكنولوجيا قديمة، راح نحكي عن التكنولوجيا القديمة والتكنولوجيا الحديثة بحيث إن نكون أوير في كل الهيستوري تبع محطات المعالجة. ولكن لابد من إن نبلش بنقطة مهمة. لا أنا ما شغلت سلايدات لسه، حكيت على أول سلايد بعد ما شغلت سلايدات. أوكي هيك شغلت سلايدات، فأتوقع أنكم شفتوا الآن اللي هو السلايد الثاني، فمعناته بتكون عندكم الأمور تمام. هذا طبعا يعني شكل من أشكال محطة معالجة موجودة. المحطات، علم المحطات علم واسع جدا، علم المحطات يمكن يختلف من محطة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى بالاعتماد على التكنولوجيا، بالاعتماد على كثير من الأمور راح نتحدث عن تفاصيلها إن شاء الله. ولكن أنا راح أركز لكم في هذه الدورة على المين، يعني الوحدات المعالجة الرئيسية اللي يفترض أن تكون موجودة في كافة المحطات. راح نشرحها، principles الأساسية تبعتها، ليش موجودة، شو هدفها، والأمور التشغيلية والأمور التصميمية لتلك الوحدات. طبعا لابد من أنه إذا بنتحدث عن الصرف الصحي
او محطات معالجه مياه الصرف الصحي لابد انه نركز على نقطتين اساسيات. النقطه الاولى ما هو يعني شو هي مياه الصرف الصحي اللي راح نحكي عنها، او شو هي مياه الصرف الصحي ومن وين اجى المسمى، الطرف الاخر من وين اجى المسمى. احنا نتحدث عن مياه الصرف الصحي نعي بذلك، او ما راح نتحدث عنه في هذه الدوره هي مياه الصرف الصحي المنزليه، وهنا بنحط 3 lines تحت كلمة المنزلية. ليش؟ لأنه أنا بتعامل مع شيء نسميه domestic wastewater. domestic wastewater معنى ذلك أن المياه القادمة هي مياه صرف صحي إجت من مناطق سكنية ومناطق تجارية معها، وبعض الصناعات الخفيفة، وبعض الصناعات الخفيفة يعني مثل المدن الحرفية وما إلى ذلك، هاي ما بتأثر كثير على الكواليتي لمياه الصرف الصحي. هنا بنحكي عن مياه domestic. أما النقطة الأخرى من وين إجت كلمة الصرف الصحي، ممكن كثير نتداول هذه الكلمة أو هذا المصطلح ولا نعي من وين إجا موضوع كلمة الصرف الصحي، برغم أنه الهدف من هذا المسمى تغير مع الزمن. لما ذكروا كلمة الصرف الصحي كان الهدف سابقا ما عندنا شبكات صرف صحي لنقل المياه الصرف الصحي إلى المحطة أو حتى إلى الأودية، فكانت هذه المياه يعني يتم طرحها في مناطق قريبة للسكان، مما أدى إلى مشاكل صحية. هاي المشاكل الصحية طبعا انتشرت الأمراض، وكثير من الأمراض اللي انتشرت في يعني بالقرن 18 كان سببها مياه الصرف الصحي. مياه الصرف الصحي تقريبا تعد ناقل لأكبر عدد من الأمراض مثل التيفويد، ورح نحكي عن هذا الموضوع، التيفويد والكوليرا والهابيتايتس وكثير من الأمور. ويمكن كان عندنا تخوف في الفترة الأخيرة يعني بما رافق موضوع الكورونا، بأنه هل الكورونا تنتقل عن طريق مياه الصرف الصحي. كان في هنالك عدة دراسات على هذا الموضوع، ولكن لغاية الآن لم يثبت أن الفيروس الكورونا قد ينتقل عبر مياه الصرف الصحي وينتقل إلى الإنسان، إلا أنه لما بنحكي عن الكوليرا، لما بنحكي عن التوفئيد، لما بنحكي عن بعض الأمراض الأخرى اللي سببت كوارث في العالم، حقيقة انتقلت جزء كبير منها من مياه الصرف الصحي. فلما كان طرح المياه في مناطق قريبة للسكان أدت إلى مشاكل صحية، فمن هون إجت فكرة الصرف الصحي. أن يعني هي هدف كلمة الصرف الصحي تصريف المياه لكي لا تؤثر على صحة الإنسان، تصرفها بعيد عنك، صرف بعيد عنك يعني تبعد هذه المياه بعيد عن المناطق السكنية لكي لا تؤثر على الصحة. فلما خرجت هذه الفكرة كان يتم نقل مياه الصرف الصحي إلى مناطق بعيدة عن المناطق السكنية، فبالتالي صار في عنا اهتمام بصحة الناس اللي موجودين، وصار في عنا يعني الأعمار بيد الله، ولكن أكيد الأمراض بتسبب نسب وفيات عالية نتيجة النمو السكاني والحضارة والاهتمام بالصحة. ازداد السكان بالمناطق وخصوصا بالمناطق الرئيسية، يعني تغير اللايف ستايل، طبيعة الحياة. لما كانوا الناس سابقا يعيشوا بقرى ومناطق ريفية أصبح التمركز في المدن الرئيسية، مما زاد الكثافة السكانية في تلك المدن. لما ازدادت الكثافة السكانية احنا كان في عنا نواقل مياه الصرف الصحي تنقلها بعيد عن السكان، زي ما حكينا كانت النواقل هاي عبارة عن بايبس شانل مفتوح، قنوات مفتوحة موجودة، وقد يعني يمكن في المدن القديمة اللي موجودة لغاية الآن ممكن نشاهد هذه القنوات حية لغاية الآن. كانت عبارة عن قنوات مفتوحة فيها ميلان بحيث أنه تصرف مياه الصرف الصحي بعيدا عن السكان. بعدين دخلنا على موضوع البايبس واستخدام الأنابيب لنقل كميات مياه الصرف الصحي. هلا الموضوع مع ازدياد السكان وين كانوا ينقلوا هاي مياه الصرف الصحي؟ إلى الأودية أو إلى المناطق البعيدة عن السكان. بعد ازدياد النمو السكاني أصبحت المياه هاي نتيجة تمركزها في نقطة معينة وضخها لمنطقة معينة بالأودية أصبحت تؤثر على البيئة. ليش؟ صار في عنا بنسميه point source of solution. point source of solution معنى ذا point source of pollution، أنا آسف،
اللي هو نقطة أو مصدر للتلوث، مصدر للتلوث البيئي. هلا مصدر التلوث البيئي كان إنه أثرت هذه المياه نتيجة تمركزها في نقطة معينة على الحياة اللي موجودة هناك، سواء الحياة الزراعية، سواء البيئة بشكل عام، الروائح، الحشرات اللي موجودة، أيضا تسرب جزء من هذه المياه إلى باطن الأرض ووصلت لمياه الشرب. لما وصلت لمياه الشرب معنى ذلك أثرت أيضا على الكواليتي أو نوعية مياه الشرب في مصادر المياه، وهي مصادر المياه اوريدي هي موجودة لتغطية الديمند أو الطلب على مياه الشرب من الناس، مما أدى إلى أيضا مشكلة صحية، يعني أثرت بيئيا وأثرت صحيا. فكان يعني خلصنا من الهم الصحي، دخل علينا موضوع البيئة، البيئة وتلوث البيئة. فكان لابد من إيجاد حل لهذه المياه بأنه يتم معالجتها، بأنه يتم معالجتها. فكانت فكرة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بهدفها الأول العناية أو حماية صحة الناس، والهدف الآخر هو إنتاج مياه ملائمة للبيئة، صديقة للبيئة، ما راح تأثر عندي على البيئة. إذا الهدف الأول صحي، الهدف الثاني هدف بيئي لحماية البيئة. أيضا مع تطور العالم بشكل عام وتطور الحاجه نتيجه الصناعه وما الى ذلك، صار عندنا الحاجه لمياه الشرب عاليه جدا، يعني نتيجه النمو السكاني، نتيجه دخول الصناعات والقطاعات التي تستهلك كميات كبيره من المياه. كان لابد منه التفكير ب هل انه هذه المياه بعد انتاجها من محطات المعالجه هل يمكن اعاده استخدامها ام لا؟ فبعد الدراسات وجدوا انه هذه المياه يمكن استخدامها للري لاغراض زراعيه، وحتى بنعرف احنا بقطاع المياه بالاردن مثلا على سبيل المثال، وكثير من الدول نفسنا ويمكن تفوقنا، 70% من الموازنه المائيه تذهب الى الزراعه، يعني من مصادرنا المائيه تذهب الى الزراعه. فصار عندنا التفكير بموضوع انه هل اعاده استخدام المياه لاغراض زراعيه، واحنا بجوز بالاردن ركزنا على هذا الموضوع بشكل كبير، لانه احنا عندنا شح بالمياه، احنا رابع او مش رابع الان ثاني افقر بلد بالعالم بمصادر المياه. فانت لما تنشر موضوع محطات المعالجه وتنتج هذه المحطات مياه صالحه لاعاده الاستخدام وخصوصا بالري، انت بتخفف عن المصادر الصالحه للشرب بدل ما يتم استخدامها لاغراض الري، فبالتالي انت اوجدت مصدر مائي لاغراض الري. هذا المصدر المائي لاغراض الري اللي هو محطات المعالجه، فاصبحت محطات المعالجه حاليا هي بالاردن هي جزء من الموازنه المائيه لقطاع المياه. ولكن هذه المياه وين بتروح؟ بتروح تم استخدامها لاغراض الري، وفي بعض الابلكيشن تستخدم لاغراض الصناعه، يعني احنا بستخدمها بالري وبستخدمها بالصناعه. فشايفين كيف فكره محطه المعالجه هدف صحي هدف بيئي اصبحت الان مصدر للمياه، مصدر للمياه الصالحه للشرب. فهيك بدنا نفكر بموضوع محطه المعالجه. محطه المعالجه تقوم بدور كبير، انتشارها الان بالاردن والاهتمام بها أصبح أكبر كثير. سابقا ما كان في عندنا اهتمام بمحطات المعالجة، كان الاهتمام فقط في قطاع المياه بتزويد المياه للمواطنين، لا الآن أصبحت من أهم أو من أولى أولويات القطاع الاهتمام بمحطات المعالجة وزيادة التوسع بالمحطات وزيادة التكنولوجيا وما إلى ذلك. هاي يعني يمكن تكون مقدمة بسيطة لموضوعنا، موضوع معالجة مياه الصرف الصحي اللي راح نحكي فيها بهاي المحاضرة والمحاضرات إن شاء الله القادمة. طبعا هذه الصورة اللي أمامكم مش بالأردن أكيد، يعني في الدول الخارجية، حتى نكون يعني برضو نربط الموضوع بالدول الخارجية
بأوروبا بأمريكا ما عندهم مشكلة مائية، يعني ما عندهم مشكلة شح مياه، مصادر المياه موجودة، الأنهار موجودة، الليكس موجودة، فهم فقط بيعالجوا هذه المياه لأغراض بيئية، وبتم طرح هذه المياه إلى الأنهار بحيث إنها ما تأثر عنا على الأكواتيك لايف أو الحياة البحرية سواء بالأنهار أو بالليكس أو بالبحيرات، فبالتالي ما بيعيدوا استخدامها مثل ما إحنا عنا بالأردن. بالأردن برجع وبكرر، نحن من أكثر الدول المتميزة في قطاع الصرف الصحي وخصوصا في محطات المعالجة. كثير من الدول لغاية الآن مش موجود عندنا محطات معالجة فيها. النقطة الأخرى إنه غير إنه ما عندهم محطات معالجة، بعض الدول يعني أنا دائما بأخذها كمثل والآن هم شغالين على هذا الموضوع، يعني اللي هي المياه كما هي بتم ضخها على البحر، موجودة مثلا بلبنان. لبنان المياه بعض المحطات بتعالج مرحلة أولية وبعدين بتضخ المياه، وبعض المحطات كانت سابقا تضخ بشكل مباشر إلى البحر. فتخيلوا يعني شوف مدى البوليوشن اللي بصير عندنا. حاليا بلشوا من 5 سنين أو من 7 سنين الدخول بموضوع محطات المعالجة. اشتغلنا بقطاع المياه بالأردن على التدريب، أنا يعني دربت يمكن أغلب العاملين في قطاع الصرف الصحي في لبنان على موضوع محطات المعالجة، بلشوا يشتغلوا على موضوع المحطات، والآن يعني تقريبا وضعهم أفضل كثير من السابق، ولكن لازم إحنا بالأردن متقدمين في هذا الموضوع، حتى عن دول مصر وما إلى ذلك من الدول إحنا متقدمين في هذا المجال. والمتقدم اللي عندنا بسبب حاجتنا الأكبر للمياه، لبنان فيها مصادر مائية، مصر فيها نيل، إحنا ما عندنا الحمد لله ولا إشي، فبالتالي لابد من أن ننتبه لمصادر المائية ونحاول نطور وإيجاد مصادر water resources، مصادر المياه أخرى اللي هي كان من بيناتها محطات المعالجة. طيب شو هي المياه الصرف الصحي؟ هي في النهاية في الأصل مياه الصرف الصحي هي مياه نظيفة، ولكن تم تلويثها، تلوثت هذه المياه، تلوثت. ولما بنحكي عن مياه تلوثت، أي أنه لما نقول عن مياه ملوثة، ماذا نعني بالمياه الملوثة؟ مجرد ما أطلقت عليها كلمة ملوثة أنه الآن هذا التلوث منعنا من استخدامها، منعنا من استخدامها. شو معنى ذلك؟ يعني أنا عندي مياه شرب، إذا تلوثت معناته ما بقدر أشربها، هيك بنعتبرها مياه ملوثة. يعني التلوث هون مربوط في ما هو المادة التي تمنعني عن استخدام هذه المياه. فبالتالي أي pollutants بدخل على المي بمنعني من أني أستخدم هذه المي، تصبح هذه المياه هي مياه ملوثة، وممكن نعتبرها مياه wastewater. هلا كلمة wastewater أو صار مياه يعني مياه عادمة، المياه العادمة يعني نقدر نطلقها على كثير من أنواع المياه، أي مياه تم تلوثها بمواد منعتني من استخدامها تصبح مياه عادمة، لأنه عدمت عندي استخدامها، عدمت عندي هدفي في استخدامها. هلا مياه الشرب، المصدر الرئيسي لمياه الشرب اللي هو الأمطار، نعرف إنه الأمطار هو المصدر الرئيسي للدورة الهيدرولوجية للمياه بشكل عام، وبالتالي المياه تسقط على الأرض تتحرك، يعني بصير جزء من هذه المياه راح ينزل إلى باطن الأرض بموضوع الانفلتريشن أو دخولها للمياه، والجزء الآخر بعد فترة معينة بصير عندنا run off اللي هو الجريان للمياه على سطح الأرض. هذا الجريان للمياه على سطح الأرض بيؤدي إلى تلوث هذه المياه، مظبوط؟ بتشوف إحنا بالفيضانات كيف لون المياه اللي بتجري. بعض المياه اللي إحنا بنستخدمها كهيومن أكتيفيتيز إحنا بنلوثها، وبالتالي كل شيء بدخل من البوليوتنس هذه بيأثر على استخدام المياه، تصبح تعريفنا للمياه بأنها مياه عادمة. إذن حكينا عن أنه استخدام المنازل للمياه تنتج مياه عادمة، مظبوط؟ لأنه إحنا شبكة الصرف الصحي مشبوكة مع المنازل، فبالتالي استخدامي للمياه الصالحة للشرب بالاستخدامات الحيوية واستخدام البشر بيؤدي إلى إنتاج مياه عادمة اللي هي بنسميها الدوميستيك سويج. دوميستيك سويج اتفقنا على أنها مياه منزلية. المياه المنزلية
هي المياه اللي تنتج من المنازل نتيجة الاستخدام البشري. النقطة الأخرى، استخدام المياه في الصناعة يؤدي إلى إنتاج مياه عادمة اللي بنسميها industrial sewage. industrial sewage اللي هي مياه صرف صحي صناعية، هاي المياه نتيجة الاستخدام الصناعي أنتجت عندي مياه عادمة. هاي المياه الكاتيجوري تبعها، التصنيف تبعها هي مياه صناعية. والنوع الأخير ممكن نعتبره الستورم سويج. الستورم سويج اللي هو الستورم ووتر، مياه الأمطار اللي منجمعها في قنوات التجميع ومنوصلها، هي عبارة عن ستورم سويج، وهي مياه عادمة لا يمكن استخدامها. هلأ إحنا بالدوميستيك ويست ووتر اتفقنا على أنه جاي من أماكن سكنية ومن تجارة ومن ريستورانت، مطاعم وما إلى ذلك، هاي بنسميها دوميستيك. الاندستريال دخلت عندي بالمصانع، دخلت عندي بالصناعة اتسلف ونتجت، هون نسميها مياه صناعية. حتى نكون واضحين، إذا كان عندي مباني داخل المصنع، والمباني هي عبارة عن أجلكم الله فقط استخدام بشري، تواليت وما إلى ذلك، ومفصولة، هذه المياه مش معنى ذلك أنها بمصنع أصبحت صناعية، لا، هي مياه دوميستيك، بتضلها دوميستيك ما لم تختلط بمياه صناعية، تصبح دوميستيك حتى لو أنها داخل المصنع. إلا أن المياه التي تدخل في الصناعة بشكل مباشر، هاي المياه اللي نعتبرها مياه صناعية. طبعا مياه الأمطار حكينا عن عملية الرن أوف أو الجريان للمياه على سطح الأرض، راح يدخل كثير من الرمال والمواد بشكل عام، ومواد الكيماوية والمركبات الكيميائية التي تسبب التلوث لمياه الجريان السطحي. هاي تقريبا نحكي عنها المياه العادمة. حكينا عنها المياه العادمة بأنه إحنا أصبحت هذه المياه لا يمكن استخدامها من قبل البشر، وبالتالي هي يطلق عليها كلمة الويست ووتر أو المياه العادمة. لابد من أني أعرف شو هاي البوليوتنس اللي بتلوث وبتنتج عندي وبتنتج تدخل على المياه، وبالتالي تسبب إلي التلوث وبتنتج إلي الويست ووتر أو ما بنحكي عنه المياه العادمة. لابد أني أعرف شو هي البوليوتنس، شو هي الملوثات. ليش لازم أعرف الملوثات؟ لأن الملوثات هاي هدفي في محطة المعالجة أني أزيلها. فإذا ما عرفت شو هي الملوثات، لا يمكن عندي أصمم طريقة أو أوجد طريقة حتى أزيلها. فبالتالي لابد من أنه أعرف ما هي الكونتنس الرئيسية من الملوثات اللي موجودة في مياه الصرف الصحي، وهنا بنحكي عن الدوميستيك ويست ووتر. هلأ مياه الصرف الصحي في كثير من الملوثات اللي ممكن تكون موجودة، وبتراكيز مختلفة جدا، وتعتمد على مصدرها. يعني مياه الصرف الصحي اللي موجودة في مدينة معان تختلف عن مياه الصرف الصحي الموجودة بوادي موسى، أو موجودة بالشوبك، أو موجودة بالكرك، أو موجودة بعمان، ولكن البيسكس موجودة بكل مياه الصرف الصحي. الكونسنتريشن عندنا اللي بيفرق، التركيز هذه الملوثات بيفرق من منطقة إلى أخرى، حتى اللي داخل على المحطة بيفرق من يوم إلى يوم ومن ساعة إلى ساعة، ورح نحكي عن تغير السريع في تراكيز البوليوتنس اللي داخله الملوثات اللي منها الصرف الصحي. طبعا البوليوتنس ممكن إن نفصلها حتى نفهمها، لأنها هي عبارة عن وايد رينج ما ممكن حصرها، إلا أنه ممكن إحنا نصنفها. وأفضل تصنيف للملوثات للمياه اللي بتنتج المياه العادمة، أو هي المكونات للمياه العادمة، أنه إن نصنفها بالشكل الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي. إذن عندنا ملوثات فيزيائية، عندنا ملوثات كيميائية، وعندنا ملوثات عضوية. فبالتالي هاي بتصنف لنا شو البوليوتنس وشو أثرها، وبرضه بتساعدنا بشو الطريقة الملائمة لإزالتها والتخلص منها، لأنه أنا هدفي بالمعالجة أزيل البوليوتنس. فإذا أنا صنفتها فيزيكال كيميكال بيولوجيكال، بتسهل علي أيضا عملية إيجاد الحالة المناسبة أو البروسيس
المناسب لعملية المعالجة. من أشهر البوليوتنس وهو الأساس في ككونتامينيشن اللي بسبب لنا الكونتامينيشن في مياه الصرف الصحي اللي هو المركبات العضوية. المركبات العضوية هي تعتبر من أكبر الملوثات اللي موجودة في مياه الصرف الصحي، ومصدرها اللي هي أجلكم الله الحياة، يعني الدورة الحيوية للإنسان، تخرج جزء كبير من الملوثات. هذه الملوثات هي ملوثات عضوية، أساسها عضوي، ومنحكي عن عضوي معناته فيها كربون وهيدروجين وما إلى ذلك. أنا بنحكي عن أورجانيك، بنحكي عن كربون بالأساس، وهو يعتبر الملوث الأساسي في مياه الصرف الصحي. أيضا من الملوثات اللي ممكن تكون موجودة داخل مياه الصرف الصحي، إذا حكينا المركبات العضوية، النقطة الثانية اللي هي المركبات النيتروجينية والفسفورية. طبعا أي مخرجات الإنسان فيها نيتروجين بيكون على شكل يوريا، على شكل أورجانيك نيتروجين بعضه، وأيضا بيكون على شكل فوسفورس، مركبات فسفورية. فبالتالي أنا بحكي عن تقريبا أورجانيك ماتيريالز، بحكي عن نيتروجين كومباوندز أو مركبات نيتروجين، وبحكي عن مركبات فسفورية. هاي تقريبا الأساس. إذا أنا بحكي مواد عضوية أو مركبات عضوية، بحكي عن مركبات نيتروجينية، بحكي عن مركبات فسفورية، وأيضا من الملوثات اللي راح تكون موجودة عندي بمياه الصرف الصحي اللي حكينا عنها قبل شوي، هي أصلها عضوي ولكن إحنا بنهتم فيها، بنفصلها بشكل خاص اللي هي الباثوجينيك أورجانيزمز أو المسببات الأمراض. المسببات الأمراض اللي هي الأحياء الدقيقة أو الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، ومنها البكتيريا والفيروسات والبروتوزوا والأوليات وما إلى ذلك. هاي كلها كائنات تنقل الأمراض وتتواجد في مياه الصرف الصحي، فهي أصبحت جزء من البوليوتنس اللي موجودة في مياه الصرف الصحي. أيضا من اللي ممكن ينوجد عندنا كبوليوتنس في مياه الصرف الصحي، راح نجد كثير من الكيميكالز الإن أورجانيك، يعني غير عضوية، مواد كيميائية غير عضوية، علاوة على النيتروجين والفوسفور، لأنه هي ممكن جزء منها يكون مركبات مش مرتبطة مع مواد عضوية وهي غير عضوية. ممكن يصل عندنا مايكروبلاستيكس، يعني مواد بلاستيك صغيرة موجودة وانتقلت عن طريق شبكة الصرف الصحي ووصلت لمحطات المعالجة. محطات المعالجة قد تستقبل أشياء ما ممكن نتخيلها، ممكن تصلك خشب، ممكن يصلك صوف، ممكن يصلك كثير من المواد اللي أنت ما بتتخيلها. راح يصلنا مواد ترسيب مرسبة، يعني مواد سوليد، رمال وما إلى ذلك. في عنا بعض المواد المشعة، راح يصلنا زيوت، راح يصلنا حرارة، والحرارة هي جزء من البوليوتنس. في إشي نسميه بعلم البوليوشن اللي هو الهيت بوليوشن أو ثيرمال بوليوشن، أنا آسف، ثيرمال بوليوشن اللي هو التلوث الحراري، اللي هو ارتفاع درجة الحرارة وما إلى ذلك. هذا بسبب إلى الدبليشن أو نقصان في الديزولف أكسجين، اللي هو اللي راح نحكي عن هذا المواضيع بشكل بسيط، بس أنا اليوم ما راح أدخل بتفاصيل كثيرة. وكثير من البوليوتنس ممكن نلقاها في محطات المعالجة. فبالتالي أنا بدي أكون عندي تصور ما هي البوليوتنس الرئيسية اللي ممكن تدخل إلى محطة المعالجة. هذا بفيدني لجهة التصميم إنها تصمم إلي وحدات خاصة للإزالة. والنقطة الأخرى إنه أنا بعملية التشغيل لمحطة المعالجة لابد إني أعرف إنه ممكن يصلني مواد ما ممكن أتوقعها، فهاي المواد لازم أزيلها، ممكن تأثر عندي على عملية المعالجة وما إلى ذلك. ولكن شو السبب؟ إحنا مفروض في محطات المعالجة بس يصلنا مواد عضوية ومواد نيتروجينية وفوسفور مع بعض السيدمنتس الصغيرة ككونسنتريشن، لأنه للأسف بيصلنا كميات مواد صلبة عالية، بيصلنا مواد بلاستيكية ونسميها لارج تبرس بشكل كبير، بيصلنا زيوت بشكل كبير وشحوم اللي هم نسميها فوق اللي فات أويل أند جريز، بيصلنا مواد كثيرة، وهذا
ناتج عن الاستخدام الخاطئ لشبكات الصرف الصحي. يعني هاي البوليوتنس مهما كنا يعني منضبطين في موضوع استخدام إلا أنها لازم تصل نسبة منها، ولكن في تفاوت. يعني إحنا يفترض بالمطاعم مثلا على سبيل المثال ما تطرح مخلفات الزيوت، الزيوت المنتهية ما تطرحها بشبكات الصرف الصحي، لأنه إذا وصلت للمحطة راح تسبب لنا مشاكل. على سبيل المثال المسالخ، مسالخ اللحوم بتنتج كميات من الدم عالية جدا، بكون فيها الكونتنت العضوي عالي جدا، المحتوى العضوي عالي فيها جدا، فلذلك طرحها لشبكة الصرف الصحي هو غير قانوني، ولكن بصلنا مثل هيك شيء. النقطة الأخرى الزيوت، سواء زيوت صناعية، حكينا عن الزيوت الاستخدام المطاعم، الزيوت الصناعية ممكن تصلك عن طريق تفريغ بعض الصهاريج بطريقة غير قانونية لهاي المواد. بعض الممارسات الإنسانية الخاطئة مع شبكات الصرف الصحي، بعض الناس يتعامل مع المانهول أو اللي هو يعني بيفتح الكفر تبع المانهول بالهاوس كونكشن، بيتعامل معه كما يتعامل مع حاوية النفايات أجلكم الله، فهو أي شيء ممكن يدبه في هاي المانهول، وبالتالي راح يصل لمحطة المعالجة. خشب، رمال، عملية، يعني في كثير من الأمور بتصل إلنا. علاوة على ذلك إنه كميات الأمطار اللي بتمشي بالشوارع، يفترض عندنا بالأردن بتصميم شبكات الصرف الصحي أنه شبكات الصرف الصحي هي شبكات مفصولة. شو بنعني بمفصولة؟ أنه عندي شبكة خاصة بمياه الصرف الصحي وشبكة خاصة بمياه الأمطار. ألا بعض الدول بتصمم إشي، وبجوز جماعة المدني يعني بيعرفوا بهاي النقطة، أنه في بسموه إشي separate network وفي إشي بسموه combined network، يعني شبكات مشتركة أو شبكات منفصلة. هلا الشبكات الكومبايند هي شبكات صرف صحي تنقل مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، فهي اوريدي مصممة لنقل مياه الأمطار، إلا أن بالأردن عملية عندنا سيبريشن، يعني في عندنا شبكة خاصة لمياه الأمطار وشبكة خاصة لمياه الصرف الصحي. ولكن برغم هذا الفصل إلا أنه لما يصير في عندنا فيضانات، إذا لم تستوعب شبكة مياه الأمطار شو راح يصير بالمي؟ راح ترتفع في الشوارع، وهذا اللي بنشوفه بالفيضانات في شوارع عموما بالمدن الرئيسية. فالحل السريع شو بصير؟ الناس تفتح مجاري الصرف الصحي وتخلي المياه تنزل على شبكة الصرف الصحي، وبالتالي راح تصل إلى مياه، راح يصلنا كميات إضافية لمحطة المعالجة، وراح يصلنا بوليوتنس زيادة إلى محطة المعالجة. طبعا هذا بسبب لنا مشاكل، وهاي مشاكل يعني بصراحة بالأردن أنا بحكي من واقع عملي ما ممكن السيطرة عليها. دائما في أثناء الأمطار الشديدة بصلنا كميات تزيد مرات عن 5 أضعاف القدرة التصميمية للمحطة. تخيلوا يعني إذا المحطة، بعض المحطات 4 أضعاف أو 5 أضعاف ومع بعضها أكثر حسب طبعا الطبيعة أو الممارسات اللي صارت أثناء يعني هذا الموسم المطري أو هذه الحادثة المطرية، ممكن يصل 5 أضعاف. شو معنى 5 أضعاف؟ يعني المحطة راح تفيض. شو معنى ذلك؟ إنه جزء من راح سبب لي مشاكل كثير داخل المحطة، وراح نشوف كيف أنا بعالج مثل هذا الموضوع في بعض الوحدات اللي موجودة في المحطات، مش للأسف مش موجودة في كل المحطات، إلا أنه هي وحدة خاصة ممكن قلل من مشاكل هذه الكميات الفائضة عن تصميم المحطة. طيب لازم نحكي عن التاريخ، وحكينا يمكن احنا جزء سريع عن موضوع التاريخ لمحطات المعالجة. هاي برضو بأوروبا الصورة مش عندنا. سابقا بالتاريخ كانوا يستخدموا إشي اسمه كلاوكا ماكسيما. كلاوكا ماكسيما هي عبارة عن قنوات مفتوحة اللي هي الأنفاق، اللي منشوفها مثلا بكثير من العواصم الأوروبية، هي عبارة عن أنفاق. يعني شبكات الصرف الصحي هي ليست خطوط، إنما هي أنفاق بتكون تحت المدينة. هاي الأنفاق
هي اللي بصير عليها discharging، يعني تفريغ لمياه الصرف الصحي من المنازل وبتنقلها الى خارج المدينه. هاي بسميها تلاوكام ماكسيما، متعارف عليها، وهي شيء يعني موجود من ايام القديمه، بالعصور القديمه. طبعا بالقرن التاسع عشر صار كثير في عنا سابق، يعني موضوع التواليت والأجلكم الله ما كان موجود بالشكل الكبير، إلا أنه بالقرن التاسع عشر بلشت هذا الموضوع يكون موجود، وبالتالي صار عنا مشاكل بأنه كميات من المياه زادت عن الطاقة الاستيعابية لهذه القنوات وما إلى ذلك. زي ما حكينا، مع زيادة الكثافة السكانية. في حدا بده يستفسر؟ طبعاً. في حدا بيسأل انه السلايدات شغالة؟ هذا قبل سابقا، يمكن ما انتبهت انا السلايدات بتشتغل، بتقلب معكم بتشوفوها؟ اوكي زي ما حكينا، كان العائق اللي خلانا نفكر بموضوع نقل هذه المياه، وبعدها اشتغلنا على موضوع بالتاريخ، يعني أنا بحكي على موضوع اشتغل الناس أو القدامى على موضوع إيجاد محطات معالجة أو معالجة مياه الصرف الصحي، هو the threat to public health become apparent، معناته الأثر الصحي أو التهديد على الصحة العامة أصبح ظاهر نتيجة الزيادة بكميات الصرف الصحي. حكينا عن هذا الموضوع طبعا في هنا بالسلايدز، ممكن انتم تطلعوا عليها لما بعث لكم اياه. بحكي عن انجلند، موضوع الكوليرا، صار عندنا شيء اسمه outbreaks of cholera اللي هي وباء الكوليرا. outbreaks الكوليرا طبعا كثير من يمكن سمعنا عنه كثير في الايام السابقة، ومقارنة الكوليرا بموضوع الكورونا. الكوليرا طبعا أدى إلى كثير من الآلاف الناس وملايين راحت بموضوع الكوليرا، فبالتالي لازم كان لابد من أنه إبعاد هذه الكميات من المياه خارج المدن حتى ما تنقل مثل هاي الأمراض. طبعا لترانسفير هذا لمياه الصرف الصحي زي ما حكينا أصبح بعديها يؤثر على البيئة، وخصوصا الووتر ريسورسز او على المياه المستقبلة اذا كانت ريفرز، يعني كانوا سابقا يضخوها على الريفر على النهر، فأثرت على نوعية الريفر، أثرت على الحياة البحرية اللي موجودة، فكان برضو لابد من انه ايجاد حالة من المعالجة. سابقا كانوا لما يقول لك منضخ المياه الصرف الصحي الى النهر، هاي خذوها معلومه. هلا انا في بعض النوتس حتى تكون واضح عند الجميع، انا لازم يكون في عندكم نوتس تسجلوها، يعني ممكن ما تكون موجوده على سلايدز، انا بشرحها اضافي يعني او بفسر بعض المواضيع. لما سابقا كانوا يضخوا على النهر، فكان الملوثات اللي موجوده يصير لها شيء بنسميه ديليوشن، تخفيف، يعني كمية مياه كبيرة لما نضخ عليها كمية صرف صحي ما راح تبين، يعني بعد مسافة معينة ما راح يظهر أي تلوث بالمياه، وحتى لو فحصتها، اللي هو يعتمد على موضوع solution of pollution is dilution. هذا النمط كان موجود، إنه أنا بضخ المياه على النهر وبالتالي النهر هو بنظف حاله، أو على مقولة الاتموسفيريك اللي هو بسميه اتموسفيريك كلين اتسلف، بنظف حاله. فبالتالي كان هذا الموضوع فيل، سوليوشن اوف بوليوشن ديليوشن صار عندنا فيل فيه. ما بعرف مين دخل، اوكي
فبالتالي أصبح هذا الموضوع أو هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها، وبالتالي موضوع solution of pollution is dilution أو هدف أو الطريقة الوحيدة لمعالجة التلوث هو التخفيف، اللي هي عن طريق وضع كميات من المياه، أصبحت يعني غير مجدية، وهذه القاعدة fail to apply. فكان لابد من التفكير بإيجاد طريقة لمعالجة مياه الصرف الصحي من هاي اللحظة. طبعا الـ construction للcentralized sewage treatment plan، هنا من نفصل بنقطتين، هنالك محطات معالجة بنسميها محطات معالجة مركزية، وهناك بنسميها decentralized sewage treatment أو treatment plants. شو معنى نقصد فيها centralized؟ هي بتكون المدينة كاملة بتضخ لمحطة واحدة، وبالتالي بنسميها centralized، يعني كل مناطق المدينة بتضخ لمحطة واحدة، وهنا بهاي الحالة بنسميها centralized. دخل مصطلح جديد الآن اللي هو decentralized sewage treatment plant، اللي هي المحطة اللامركزية في موضوع المحطات المعالجة، انه ممكن انت يكون عندنا لكل حي، لكل منطقة، لكل section، لكل قاطع من المدينة يكون عندنا محطة معالجة صغيرة نسميها decentralized sewage treatment plant. ويمكن decentralized في الأردن نتيجة القرى، وإحنا عندنا قرى، يعني إحنا مثلاً بدك تخدم معان مثلاً على سبيل المثال، معان تقدر تخدم المدينة، بس منطقة مثلاً الشراء ما ممكن تخدمها بنفس المحطة، لأنه في عندك مسافة كبيرة، هلا في كلف عالية في ضخ المياه أكيد. فبالتالي ممكن أنت تعالج هذا الموضوع أنك تسوي decentralized لمنطقة الشراء، بينها تعالج مياه الصرف الصحي بالمنطقة هاي. هون ندخل على موضوع decentralized، دخل كثير بالأردن، أتوقع الفترات الجاية راح يشتغلوا كثير بالأردن على decentralized حتى يقللوا كلف إنشاء شبكات صرف صحي طويلة أو عمليات الضخ والoperation cost لمياه الصرف الصحي. طبعا في القرن التاسع عشر ظهر موضوع decentralized sewage treatment plan في بريطانيا، في اليونايتد كينغدوم واليونايتد ستيت، في أمريكا وبريطانيا ظهر موضوع الكونستراكشن لهاي المحطات. instead of discharging sewage directly into بدل يعني كانت هذه المحطات بدلا من انه المياه يتم ضخها بشكل مباشر الى المسطحات المائية، أصبحت المياه في تلك المحطات تمر بعدة معالجات، معالجة فيزيائية وبيولوجية وكيميائية، حتى أخفف من إيش؟ من البوليوتنتس، من الملوثات بهذه المياه، وتصبح صديقة للبيئة ويمكن إعادة استخدامها. هاي تقريبا يعني الهيستوري لموضوع لموضوع المحطات المعالجة بشكل عام. لابد من أن يعني نعرف شو الهيستوري حتى نبلش إن شاء الله باليوم وبالمحاضرات القادمة نبلش step by step، ما هي البروسيس، ما هي اليونت اللي موجودة بالمحطة المعالجة، على كيف بشغلها، كيف بصممها، شو هدفها. هاي الأمور كثير راح تخفف علينا او تفهمنا الموضوع. لابد من كان انه نحكي عن موضوع اللي هو موضوع الهيستوري لمحطات المعالجة. طيب لغاية الان الصوت والصورة للبرزنتيشن واضحة للجميع؟ أنا بحاول كل يعني خمس دقائق بحيث إنه ما حدا يعني ينقطع عن موضوع المحاضرة. طيب البلانت أوبجكتيفز، لابد إني أعرف شو الهدف، الأهداف الرئيسية لمحطة المعالجة. هدفي شو أنا، وبالتالي أنا من خلال هذا الهدف لابد من إنه يكون عندي يونتس، اليونتس هاي تساعد في تحقيق الهدف، مزبوط. فكان الهدف الأساسي اللي هو إزالة أو التخلص من المواد العضوية والغير عضوية كسسبندد سوليد، كمواد عضوية يعني صلبة، إما أن تكون عضوية أو غير عضوية. فالهدف الأساسي أو الهدف الأول
لمحطات المعالجة هي إزالة المواد الصلبة العضوية وغير العضوية. المواد الصلبة العضوية وغير العضوية، إذا المواد الصلبة اللي بتدخل راح يكون جزء منها عضوي وجزء منها غير عضوي. راح نحكي شو الفرق بيناتهم. أكيد الفرق بيناتهم اللي هو العضوي بده يكون فيه كربون، يعني مادة عنصر الكربون والهيدروجين وما إلى ذلك، بس بالأساس هو الكربون، فبنسميه organic solids. organic solids أو مواد صلبة عضوية. وفي عنا برضو مواد صلبة غير عضوية بنسميها inorganic solids. ويطلق أيضا، هاي ملاحظة حط يعني أضيفوها عندكم لأن رح نستخدم هذا المصطلح كثير، يطلق على الأورجانيك سوليد المادة الصلبة العضوية مصطلح الفولوتايل سوليد. فولوتايل سوليد أي أنها مادة صلبة متطايرة. شو معنى متطايرة؟ بما أنه فيها كربون يمكن أن تحرق، أن تحرق يعني بتصير عليها عملية أكسدة، فبالتالي لما بنحرقها بنحرق الكربون بتحول لـ CO2 وما إلى ذلك، فبالتالي بنسميها volatile solids أو بنسميها organic solids، يعني إما organic solid أو volatile solid. وهذا العملية الحرق والتطاير هي اللي بتميزها عن inorganic solids. واضح؟ نحكي مبدئيا راح نفصل، يمكن في السلايد القادم راح يفصل لنا السوليدز وأنواعها وكيف أنا ممكن، وراح أحكي لكم كيف عملية التست داخل المختبر كيف أنا بميز نسبة المادة الصلبة العضوية من المادة الصلبة غير العضوية وما إلى ذلك. هنا بنحكي عن مادة suspended، ولما بنحكي suspended معنى ذلك هي مادة صلبة عالقة. شو معنى عالقة؟ ظاهرة يعني مش يعني موجودة ممكن تشوفها بالعين المجردة، هاي مادة صلبة عالقة. جزء من المواد الصلبة راح تكون مواد ذائبة، وبرضو إلها مصدر عضوي ومصدر غير عضوي، إلها مصدر عضوي وإلها غير عضوي. يعني أنا عندي مواد صلبة عالقة وعندي مواد صلبة ذائبة. المواد الصلبة العالقة جزء منها عضوي وجزء منها غير عضوي، والمواد الصلبة الذائبة جزء منها عضوي وجزء منها غير عضوي. فأنا بهدف إلى إزالة dissolved organic solids، المواد الصلبة الذائبة العضوية. فأنا هدفي في المحطة أول هدف بزيل المادة الصلبة العالقة سواء كانت عضوية أو غير عضوية، هاي بزيلها. الهدف الآخر بزيل المادة الصلبة العضوية الذائبة، العضوية الذائبة، بينما المادة الصلبة الذائبة الغير عضوية أنا عموما في محطة المعالجة مش هدفي أزيلها، واللي هي بتشكل لنا جزء من dissolved solids الأملاح. الأملاح يعني أنا الأملاح المعدنية هي أملاح غير عضوية وبتكون ذائبة بالمياه. أنا بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ما بزيلها. وين عادة بهتم بموضوع الـ inorganic dissolved solids أو المادة الصلبة الغير عضوية الذائبة؟ بهتم فيه في محطات معالجة مياه الشرب وليس في محطة معالجة مياه الصرف الصحي. واضحة؟ أعيدها. إذا أنا عندي، راح أعيدها سريعا، أنا عندي مادة صلبة إما أن تكون عالقة أو أن تكون ذائبة. إذا كانت عالقة فأنا هدفي في محطة المعالجة أزيل هذه المادة الصلبة العالقة سواء كانت عضوية أو غير عضوية، بينما المادة الصلبة الذائبة أنا هدفي في محطة المعالجة أزيل الجزء الذائب العضوي منها فقط، أما الجزء الذائب الغير عضوي هذا مش مهمتي داخل محطة المعالجة. وإذا كنت بدي أزيله بحتاج إلى extra units، وعادة إحنا مش بحاجتها في محطات المعالجة. الهدف الأخير للبلانت للمحطات المعالجة هو القتل أو نسميها تثبيط نشاط الباثوجينيك أورجانيزم باي disinfection، وهذا موضوع رح نأخذ فيه يونت كاملة. بنحكي عن التطهير، التطهير معناته نقصد فيه قتل أو تثبيط الكائنات أو الميكرو الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض. هاي الأهداف الرئيسية للبلانت لمحطات المعالجة. أتوقع أنه يعني الموضوع واضح للجميع، أهداف يعني واضح. أوكي،
راح نمشي بالدورة إن شاء الله كل pollutants شو الوحدة اللي بزيلها فيه وكيف بزيلها وشو الميكانيزم، راح أورجي كل وحدة. وكوننا أونلاين ما ممكن يعني يكون في عنا زيارة، راح في بعض السلايدز يعني بعض الفيديوهات اللي راح تقرب لكم هذا الموضوع، وخصوصا لزميلاتنا وزملائنا اللي ما عمرهم راحوا على محطة معالجة أو ما عمرهم شافوا محطة معالجة، فبالتالي حتى يعني نحاول نعوض موضوع الفيزيت، لأنه هاي الدورات عادة تحتاج إلى تريب، يعني يروحوا رحلة على الفيلد فيزيت على محطة معالجة ويتم ربط المادة النظرية بالواقع العملي اللي موجود. المواد الصلبة في مياه الصرف الصحي، إما أن تكون ذائبة، وأما أن تكون شكل على شكل عالق، جزء منها بده يكون في كلا الحالتين إما أصل عضوي أو أصل غير عضوي، وفي عندنا مواد طافية. هاي التقسيمة تقريبا للمواد الصلبة اللي موجودة عندي في مياه الصرف الصحي. منركز عندي dissolved وعندي suspended وعندي floatable. هلا كل واحدة منهم في جزء منها عضوي وجزء غير عضوي. الجزء العضوي اللي هو فيه الكربون. هلا ليش أنا بركز على العضوي؟ لأنه العضوي حكينا من أهم البوليوتنس اللي بتدخل في محطة المعالجة هي المواد أو المركبات العضوية، فلذلك أنا بركز على موضوع العضوي في محطات المعالجة. هلا الشكل هذا واضح للجميع، وهذا جاي يعني من practical، يعني ماخذين عينات وماخذين تقريبا statics لمحطات المعالجة. هذا الشكل اللي أمامنا راح يبين إنه المواد الصلبة اللي بتدخل، لو أخذنا عينة وحللنا هذه المادة الصلبة، يعني لو أخذنا تقريبا 1000 عينة فيها 1000 ميلي جرام بير لتر يعني تركيز مادة صلبة، سنرى إنه 800 ميلي جرام منهم dissolved solids، مواد صلبة ذائبة. راح نجد انه 200 ميلي جرام المتبقي عن الالف هي عبارة عن suspended solid. هلا suspended solid جزء منه بنسميه settleable solid اللي هي بتمثل حوالي 130 ميلي جرام من هذول ال 200، و70 ميلي جرام بير لتر نعتبرها non settleable solid اللي هي بنسميها المواد الغروية اللي هي colloidal source. كولودر سورس اللي هي مواد صلبه ما في صعوبه في انها تترسب لانها بارتكلز صغيره، ولانها تحتاج في عندك تنافر بينها وبين البارتكلز الاخرى فما بتتجمع مع بعضها، نسميها المواد الغرويه. فاذا لو اخذنا هذا الحال شو معناته؟ معناته انا اكثر الماده الصلبه اللي بتدخل عندي على محطه المعالجه هي ديزولف سوليد، والباقي يعني 20% منها راح يكون هو ماده صلبه عالقه. وهي المادة الصلبة العالقة جزء منها، الجزء الأكبر اللي هو 130 من 200 هو مادة صلبة قابلة للترسيب، يعني بتترسب، يعني لو خليت المي لفترة لحالها بتترسب هاي المادة الصلبة إلى الأسفل، وفي جزء من المادة الصلبة راح يظلوا عالق ما راح يترسب اللي بنسميه non-settleable solids أو مواد غير قابلة للترسيب، أو المواد الغروية، المواد الصلبة الغروية اللي هي بتسبب لنا ما يسمى بالعكارة، يعني بتكون المي عكرة. هذا العكرة، المي العكرة معناتها هاي سببها اللي هي الكولويدال بارتيكلز أو الكولويدال سوليدز. نرجع منقول كل جزء من هذول المواد الصلبة قد يكون له مصدر عضوي، يعني نوع عضوي أو نوع غير عضوي، سواء الديزولف سوليدز أو السسبندد سوليد. فهاي فكرة تعطينا أنا قديش ممكن يدخل عندي مياه، قديش ممكن يكون عندي نسبة المواد الصلبة اللي موجودة عندي داخل مياه الصرف الصحي. هاي العينات مأخوذة يعني لمياه صرف صحي في أكثر من موقع، وسووا عليها statics بحيث إنه طلعوا لك هاي النسب اللي موجودة أمامنا. هلأ كلا dissolved solids زائدا suspended solid نسميه total solid. فإذا معك ورقة وقلم
ثبتوها المعادلة total solid منقيسها بإشي اسمه TS. TS معناها total solid تساوي total dissolved solid اللي هو يطلق عليه بالـ TDS، وهذا المصطلح نسمعه كثير TDS خصوصا بمياه الشرب. TDS اللي total dissolved solid زائدا total suspended solid اللي هو TSS. يعني TS total solid يساوي total dissolved solids المواد الصلبة الذائبة أو الكلية زائدا المواد الصلبة العالقة الكلية اللي هو بسموها total suspended solid. طيب كيف أنا بميز ما بين الديزولف والسسبندد مخبريا؟ هلا مخبريا سهل، أنا يعني أنا لو كان في مجال إنه حدا منكم يدخل نسأل هذا السؤال كان يعني سألنا، ولكن يعني موضوع الأونلاين بصعب علينا موضوع الأسئلة أو المشاركة من الجميع، إلا إذا حاب حدا منكم يعني على الشات ممكن يجاوبنا هذا الجواب، نعطي هيك مجال دقيقة. كيف أنا بميز ما بين الديزولف سوليد والسسبند سوليد مخبريا؟ في احنا محاضرتنا في مهندسة سألة محاضرتنا للثمانية مهندسة، بس ان شاء الله انه يعني يمكن قبل يعني ما راح نثقل عليكم اليوم ان شاء الله 7:30 و5 ان شاء الله راح ننهي. ممكن في فلتر، نعم المهندس يوسف بيحكي ممكن في فلتر، نعم يعني انا بضيف المي. اشكرك مهندس، انا الاسم عندي مهندس يوسف، ما بعرف اذا الكل مستخدم نفس النيم، واضح عندي انه مهندس يوسف. اشكرك مهندس، نعم انا لما اضيف المياه مياه الصرف الصحي على فلتر بيبر، فلتر بيبر اللي هي ميديا عباره عن ورقه، ورقه ترشيح بتخلي المياه تمرق من خلالها وبتحجز فوقيها المواد الصلبة، فما اللي بنحجز على الفلتر ميديا من فوق هاي مادة صلبة عالقة، بينما المياه اللي دخلت من خلال البوروسيتي تاع الفلتر بيبر هي الديزولف سوليدز. فأنا إذا بحلل اللي فوق بده تكون عندي هي السسبندد سوليد اللي عالقة اللي علقت في هذا الفلتر بيبر واللي نزلت لتحت بيصير عليها فحص آخر، وبالتالي بيتم اللي هو موضوع السسبندد سوليد او سوري الديزولف سوليد، اي انها مواد صلبه ذائبه وبالتالي ما علقت في الفلتر بيبر. اذا الفلتر بيبر هو اللي بخليني اميز ما بين الديزولف سوليد والسسبندد سوليد. قبل ما ندخل بالأورجانيك راح أضيف موضوع آخر بموضوع الديزولف بالسوليدز. هلا كيف أنا بدي أعرف المحتوى، مين من التي دي أس عضوي ولا مش عضوي، ومين من السسبندد سوليد عضوي ولا مش عضوي؟ هلا الكمية اللي أنا بسويها طبعا هو عبارة عن فحص يحتاج إلى تجفيف ويحتاج إلى فيرنس فرن، بحيث إنه أنا أحط فيه العينة هلا وميزان بحيث ان اوزن العينه من البدايه، بوزنها بدخلها على فلتر بيبر، بحجز بفصل السسبندد سوليد عن الديزولف سوليد. هلا الجزء العضوي من السسبندد سوليد شو بسوي له؟ بسوي له حرق بعد ما اوزنه، بسوي له حرق وبقيس الوزن الثاني، فرق الوزنين اللي تبخر او اللي تطاير هو الاورجانيك والباقي هو ان اورجانيك. فبهاي الحالة باستخدام الفيرنس طبعا بحرق العينة على درجة حرارة 500 بحيث انه اميز المادة العضوية 100% راح تكون تم تطايرها وانحرقت، فبالتالي الفرق بين الوزنين بكون عندنا اللي هو قديش عندي نسبة او السسبندد سوليد العضوي ومن السسبندد سوليد غير عضوي، وكذلك بالديزولف سوليد بقوم بنفس العملية. هلا الاورجانيك بوليوتنتس الملوثات العضوية، أنا بالملوثات العضوية بشكل عام
ما بدخل انه هذا اورجانيك ولا يعني ما بدخل انه هذا ماده صلبه ذائبه ولا عالقه. انا بالنسبه لي في محطه المعالجه اتعامل مع الاورجانيك بوليوتن بشكلها العام. ليش بتعامل بشكلها العام؟ لا يمكن المواد العضويه احنا اخذناها وكانت من المواد الكومبلكس يعني المركبات الكومبلكس اللي ممكن تتواجد في الطبيعه وممكن تتواجد بشكل ما بتعرف يعني السلاسل تبعتها، فبالتالي لا يمكن حصر المركبات العضويه. ما في عندك فحص ممكن يحصر المركبات العضويه قديش التركيز تبعها. في عندك ممكن تحصر الكربون لحاله، بس المركبات العضويه هنالك سلسله كبيره لا يمكن حصر المركبات الناتجه من ذره الكربون. وبنعرف بالسلاسل العضويه سلاسل يعني قد تمتد الى كثير من الذرات، وبالتالي لا يمكن حصر هذه المركبات. طب كيف بدي افحصها؟ كيف بدي افحص الاورجانيك بوليوتنتس او الملوثات العضويه اللي بتدخل الى محطه المعالج؟ الاساس في معالجه الماده العضويه، الاساس في معالجه هذه الملوثات العضويه، كيف انا يعني شو البرنسبل الاساسي في المعالجه؟ انه انا بربي بكتيريا وهذا راح نحكي عنه. هاي البكتيريا راح تقوم بعمليه هضم للماده العضويه، يعني بتعيش على الماده العضويه وبالتالي بتتكاثر، وبالتالي بحول الاورجانيك من حاله الى حاله يسهل ازالتها. هاي البرنسبل الاساسيه في يعني انا بعتمد في معالجه مياه الصرف الصحي على المايكرو اورجانيزم، على الاحياء الدقيقه، بحيث انها هي تقوم بعمليه هضم الماده العضويه. فوجدوا فحص، هذا الفحص بسموه BOD Biochemical Oxygen Demand، وفي بعض بسميه Biological Oxygen Demand اللي هو الطلب الحيوي على الأكسجين. الطلب الحيوي على الأكسجين اللي بنسميه BOD، هذا فحص تست بالمختبر بتم بقيس عندي الطلب الحيوي على الأكسجين. شو معنى الطلب الحيوي على الأكسجين؟ معناته أنا هاي البكتيريا قديش احتاجت أكسجين لهضم المادة العضوية. إذن هذا الفحص ما بقيس لك المادة العضوية بشكل مباشر، هذا الفحص بحط عندك بعطي ظروف مؤهلة إنها تعيش البكتيريا في العينة، وبقيس عندك أو بتعطيه أكسجين. فلما تعطيه أكسجين أنت بتعرف النسبة اللي أعطيتها إياه من الأكسجين، بتقيس هذا الأكسجين بعد 5 أيام. لذلك هذا الفحص عادة بقولوا عنه BOD5 معناها إنه هذا الفحص يضله لمدة 5 أيام في إنكوبيتر. هلا بعد 5 أيام أكيد إذا في بكتيريا وفي مادة عضوية، في عندي بكتيريا وفي مادة عضوية وفي أكسجين، البكتيريا شو راح تسوي؟ راح تهضم المادة العضوية. فإذا هضمت المادة العضوية راح تستهلك جزء من الأكسجين. فبعد 5 أيام أنا بقيس الأكسجين وبقارنه في الأكسجين في لما حضرت العينة. الفرق بيناتهم هو أكسجين تم استهلاكه حيويا للقضاء على المادة العضوية، فهو تست قياسي. ثبتوا قضية 5 أيام ووجدوا أنه الـ BOD5 لخمس أيام ممكن يعطيك إنديكيشن سريع، برغم أنه مثلا عندنا في BOD20 وفي 8 days، إلا أنه الـ BOD5 هو المعتمد في محطات المعالجة عن طريق تحضير عينة. هذه العينة أكيد فيها مادة عضوية أنا بدي أقيسها، بعطي ظروف مؤهلة مناسبة لعيش البكتيريا، بعطي أكسجين. فإذا أعطيت أكسجين معناته البكتيريا أو المايكرو أورجانيزم راح بشكل عام هي المينلي بكتيريا، فلذلك أنا مرات بحكي بكتيريا أكثر من مايكرو أورجانيزم، هي المتواجدة بكثرة. بعطيها أكسجين بخليها تهضم المادة العضوية، وبالتالي قديش استهلكت من الأكسجين معناته قديش عندي تلوث عضوي، قديش في عندي تلوث عضوي. على سبيل المثال أنا سويت فحص بالمختبر طلع عندي الـ BOD5 إلو 100 ميلي جرام بير لتر، 100 ميلي جرام بير لتر أو PPM بسموه، اللي هو ميلي جرام لكل لتر، اللي هي وحدة الكونسنتريشن، وأكيد أنتم مهندسين تعرفوا الوحدات هاي. وعينة طلعت معي 60 ميلي جرام بير لتر الـ BOD. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك
العينة تاعت الميت ميلي جرام فيها نسبة تلوث أكثر، لأنه صار عندي استهلاك للأكسجين بنسبة أكثر، أدى أنه الرقم يطلع معي 100 ميلي جرام بير ليتر. إذن هي طريقة فحص للمركبات، البي أو دي هو طريقة فحص للمركبات العضوية أو الملوثات العضوية بطريقة غير مباشرة. واضح الموضوع اللي هو البي أو دي؟ هذا البي أو دي 5، إذن أنا من خلاله بفحص قديش في عندي ملوث عضوي دخل إلى محطة المعالجة. هلا هذا التست أو هذا الرقم أو هذا الباراميتر مش فقط أنا بستخدمه لهاي النقطة، هو باراميتر تصميمي. يعني أنا بصمم المحطة لازم أعرف قبل ما أصمم أعرف قديش راح يدخل على هاي المحطة بي أو دي. بي أو دي معناته ملوثات عضوية، وقلنا الملوثات العضوية من أهم الملوثات، لذلك هو باراميتر تصميمي للمحطة. النقطة الثانية هو مؤشر أداء للمحطة المعالجة. كيف مؤشر أداء؟ لازم أعرف قديش دخل على المحطة بي أو دي وقديش طلع بي أو دي. بطبق الإفشنسي، كفاءة المحطة تعتمد على قديش دخل وقديش طلع بمعادلة الإفشنسي، اللي هي بقول قديش دخل بي أو دي إن ناقصاً البي أو دي أوت اللي خرج من المحطة على البي أو دي إن، حتى تطلع نسبة مئوية بضرب بمية بيطلع مثلاً المحطة في إزالة المواد العضوية حققت إلي 95% أو 98% أو 99%. إذن هذا الفحص هو فحص بدني على المركبات العضوية، بستخدمه في تقييم كفاءة المحطة، بستخدمه أيضا في تصميم المحطة، وهو أيضا بستخدم هذا الموضوع الـ BOD لما أعرف الـ concentration. كثير من المعادلات التشغيلية تعتمد على قديش داخل عندي BOD، وبطبق هاي المعادلة لازم أعرف قديش دخل عندي BOD على المحطة. هلا هذا له إيجابيات، ولكن السلبية الوحيدة لهذا الفحص أنه أنا بدي أستنى 5 أيام حتى تطلع النتيجة. هاي سلبية، يعني أنا بدي أخذ العين اليوم بعد 5 أيام رح تطلع النتيجة، هذا يعتبر عائق. فكان لابد من إيجاد بديل سريع. يعني أنا بدي أبين أنا هلا بالوقت الحالي قديش دخل عندي على المحطة، بدي أستنى 5 أيام حتى أخذ قرار تشغيلي، ففيها صعوبة. فوجدوا فحص آخر سموه بدل البي أو دي سي أو دي. هون البي أو دي أشرنا إلها إنها بيولوجيكال أكسجين ديماند، اللي هي الطلب الحيوي على الأكسجين. وجدوا الفحص الثاني اللي اسمه سي أو دي، واللي هو كيميكال أكسجين ديماند، كيميائي، نعم كيميكال أكسجين ديماند. هلا الكيميكال أكسجين ديماند شو اللي بيفرق عن البي او دي؟ هلا بيفرق عن البي او دي، اول شيء انا بقدر اشتغله بالمختبر سريعا، يعني خلال ساعتين بتكون النتيجه طالعه، فاختصر المده. الا انه الكيميكال اوكسجين ديماند هو عمليه اكسده للمواد العضويه وغير العضويه، يعني حتى المواد الغير عضويه بتتاكسد. جماعه الكيمياء بيعرفوا الموضوع، كلنا يعني بنعرف انه الماده العضويه وغير العضويه يتم ممكن اكسدها. فانا بضيف مواد مؤكسده قوية جدا بحيث انها بتأكسد الي المادة العضوية والمادة الغير عضوية، بينما في البي او دي فقط انا بنظر للمادة العضوية وقديش تم اكسدتها حيويا، اكسدتها حيويا او بيولوجيا بواسطة البكتيريا. بينما في السي او دي بضيف مواد مؤكسدة او مركبات مؤكسدة قوية جدا بحيث انها تأكسد الي المادة العضوية والمادة الغير العضوية. وهاي المفارقة بين البي او دي والسي او دي. وبالتالي دائما مين راح يكون اكثر، البي او دي ولا السي او دي في العينة؟ يعني بالنتيجة هو كلاهما يقاس بالميلي جرام بير ليتر. مين تتوقعوا راح يكون اكثر، البي او دي ولا السي او دي؟ مهندس محمد راح ارجع لسؤالك. السي او دي، نعم السي او دي راح يكون اكثر، لانه العمليه راح تاكسد الي الماده العضويه والماده الغير عضويه. هلا عموما في محطات المعالجه هنالك نسبه تقريبا لكل محطه
فرق ما بين السي او دي والبي او دي، وعاده السي او دي للبي او دي يعني السي او دي يساوي 1.8 تو 2.5 مرات ل 3 ماكسيمم ضعف من البي او دي، يعني ممكن يتعرف يعني تكون شبه ثابته فرق او نسبه البي او دي للسي او دي. وهاي الفرق بالموضوع انه السي او دي بمياه الصرف الصحي، هون الفرق فقط من 1.8 ل 3 مرات في حالات يعني شاذه، يمكن يوصل ل 3 ممكن يوصل ل 2.5 تقريبا، ولكن ممكن يوصل ل 3 عادي، اللي هو فرق السي او دي للبي او دي، قديش ضعف قديش زياده عن البي او دي. هلا شو، طب كيف بدي انا اعتمده؟ هلا بعتمده اذا كنت عارف هاي النسبه، عاده بس بعد تشغيل المحطه بتكون هاي النسبه معروفه لدى المشغل، فبالتالي ممكن يفحص السي او دي يلقاه 100، هو بيعرف انه تقريبا ضعف البي او دي، فبالتالي دايركت هو بيقول لك البي او دي اللي داخل عندي 50. مهندس عامر بعدك يا زلمه، شو ساعه ونص بعدنا ما حكينا شيء، يلا 5 دقائق مهندس عامر ولا يهمك. فبدي انهي عند هاي النقطه قبل ما ادخل بعدها، السي او دي فرقه عن البي او دي، لو اخذنا مياه بحر، مي من البحر ورحت فحصت لها البي او دي قد تجدها صفر البي او دي فيها، بس لما تفحص السي او دي تبعها راح يطلع عالي لانه فيها ان اورجانيك كثير تي دي اس عالي، فبالتالي راح يتم اكسبته. بس انا لما احكي عن السي او دي 1.8 تو 2.5 انا بقصد بمياه الصرف الصحي السي او دي، بستفيد منه انه انا بسوي طبعا على مخرج المحطه بنختلف، راح نحكي عن هذا الموضوع بتفاصيله بالقادمة. في زميل قبل ما انهي محاضره اليوم، في زميل سال البكتيريا هل يتم ادخالها على المحطه يدويا، كيف يعني بعمليه البيلد اب بروسيس اللي هي تشغيل المحطه راح نحكي عنها، فانا ما راح يعني اجاوبك بهاي النقطه بحين راح احكي عن البيلد اب بروسيس، كيف انا بدخل البكتيريا، اما بشغلها بسموها سيلف بيلد اب بروسيس، سيلف بيلد اب بروسيس، او ممكن اروح اجيب بكتيريا من محطه قريبه بنسميها سيدنج، بجيب البكتيريا وراح نحكي بتفاصيل هذا الموضوع في البيلد اب بروسيس للمحطات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الله يعطيكم العافيه جميعا، سعدنا اليوم بمشاركه عدد كبير منكم ما شاء الله، يعني العدد حوالي 34. شكرا للمشاركة للمتابعة من الجميع، أتمنى أنها تكون محاضرة خفيفة لطيفة اليوم، ولكن المرات الجاية بتكون شوي يعني نفسكم معي بحيث أن نتحمل، لأنه حتى نخلص هاي المادة قطعنا يعني سلايدز كويس، بس بدايته هاي المحاضرة كانت يعني نوع من التعريف والافتتاح وما إلى ذلك. المحاضرة القادمة إن شاء الله نحكي اليوم السبت، نحكي عن يوم 3 ممكن، يا 3 يا 4 شو اللي بناسبكم مبدئيا. هلا انا لانه في عندي دورة اخرى، ف ممكن انا 3 ما عندنا مشكلة، 3 أو 4 احنا معنا بالجروب، وبرضه يعني 3 و4 بنفس الوقت، هاي في ناس بده 3 وفي ناس بده 4. هلا بدنا نغير الوقت، شو اللي بناسب مثلا بكير؟ انا يعني بصراحة الناس بلشت دوام، فبالتالي ان نسوي بفترة الدوام كمان نظلم ناس من اللي بيشتغلوا، فهمت علي؟ 8 مساء اهم اشي بعد يعني خلينا تتناقشوا انتوا بالجروب، وهي المهندس احمد معكم، انا ما عندي مشكلة حقيقة بالوقت، اذا كان بعد 5 ما عندي مشكلة، 8 9، بس كمان بدنا كمان ظروف الناس، هاي شايفين مرة واحد بحكتب لي 5 6 4 7 أو 8 متأخر 8، يعني خلينا نكون يعني اتوقع انه 6 مناسب للجميع. يعني ممكن نوصلها 7، يعني خلينا ان شاء الله على الجروب راح نعطيكم الوقت. اهم شيء انه احنا يوم 3 بنحكي عن 3 أو 4 مبدئيا، يعني يا اما راح نبلغكم بهذا الحكي ان شاء الله يوم 2، راح نقول لكم يا 3 يا 4، واي وقت راح يكون
إن شاء الله حتى يكون الكل جاهز. وأتوقع الستة مناسب للجميع، يعني الستة لهم يعني متأخر كثير، لأنه في ناس كمان عنده ظروف، وبدنا نتعاون بهذا الموضوع. يعني إحنا مش ب دايركت تريننج، إحنا أونلاين، بدنا نتساعد مع بعض بهذا الموضوع. شاكر لكم مشاركتكم، هاي موضوع الستة مهندسة، يعني خلينا يعني راح نتناقش بهذا الموضوع، يعني ممكن نسفتها 6:30 7، يعني مش موضوعنا موضوع الساعة، ولكن أهم شيء إن نحدد 3 أو 4، وإن شاء الله راح يكون يعني موعد مناسب للجميع. يعطيكم العافية جميعا، نلقاكم إن شاء الله بالمحاضرة القادمة بعد إبلاغكم، يا يوم 3 يا يوم 4. زميلنا المهندس أحمد خليفات، كل الشكر للمتابعة والتحضير، والشكر أيضا لزميلنا رئيس الفرع وللزملاء والزميلات المشاركين من الجميع من الطفيلة ومعان، ويعطيكم العافية. مهندس أوكي، ولا يهمك مهندس أحمد، نتفق إن شاء الله ومنبلغ الزميلات والزملاء على الجروبات. يعطيكم العافية جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. وراح أبعث لكم المادة التدريبية للمهندس أحمد، ونزل لكم إياها على الجروب إن شاء الله للجميع، حتى كمان تأخذوا فكرة عن المادة قبل المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية.